الموظف ومتخرج من الجامعة. ما شاء الله تبارك الله، بيض الله وجهك وصح الله لسانك. ما شاء الله على صغر سنك وما شاء الله تملك موهبة عظيمة. الله يطول. كبير قدر يا الأمير. أقول كبير قدر يا الأمير. تعال تعال يا راعي القدر، نبي سالفة صالح وصويلح. يا هذا صالح وصويلح حل الإعداد. كم مرة قلتها؟ والله ما قلتها ولا مرة، بس إلا يحطها. ما تبي تقولها؟ إلا يحطها. أعطني إياها. اليوم ما فيها. أمشي والله بس. بيض الله وجهك. هذا صالح وصويلح جيراننا مظاهريننا بالبيت بالظهر. هم توم وحنا توم. أنا وشاكر أخوي توم. وهم صالح وصويلح كبار وتوم. حنا مرات أنا وشاكر رأي إنه نطمر ونستهبل وزي كذا. وهم يدقون. يضربوننا مرات انها اكبر مننا احنا نذل منها. مره من المرات ضبينا عليها، عندهم سياكل هم احنا ما عندنا سياكل. نعم. وعندهم اخوي لهم صغير دائما مدلع. لقينا اذا بعد المدرسه هنا رجعنا تخبر احنا صار يطلعون قبل المدارس الكبار. ضبينا عليها على مجدارنا على جدارهم ونزلنا نقول نلعب حوشه بسياكل اخوانهم الصغار. نلعب وجونا ودقونا المره الاولى ضربوني انا شاكر احنا تو تفرقنا شامه. رحنا من بكره لقينا نفس الحكايه مسكونا ودقونا من عقبه طال عمرك ونلقى سياره دوهم. قلنا بننتقم ما لنا الا ايش نسوي احنا كل يوم هذا جو مكصمينا ما لنا نعم. سنه من بكره طال عمرك قصمنا سياره ابوهم القزاز أنا وشاكر كسمنا وقلنا بننتخب. ورجعت أنا من البقالة بعد ما خلصت حالي راجع من البقالة ما شافوني إلا أمي تبي موصلتين شاكر على الأغراض ويطلع شاكر بيجيب له أغراض ثانية من البقالة. هو راجع هم يبوني أنا يبون فاضل لأن واحد منهم قال فاضل هو اللي كاسر على القزازة ويلقون شاكر ويدبونه. سوالف واجد مع صالح وصويلح بس الحين توي واجد أدرى سوالف واجد يب سالفة واحدة. اي والله واجد بس اني انا سالفة ناخذها ان شاء الله الايام الجاية. ترى ابوك ما شاء الله انت كذا ولا كنت صغار احنا وغدان كنت نحيي. شكرا انت معلم ما شاء الله. انا مدير مدرسة ما شاء الله تبارك الرحمن.